بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فبعد المقطع السابق الذي تكلمنا فيه عن كلمة سلفية وماذا تعني، وقلنا أنها تعني اتباع السلف الصالح وفهم النصوص الشرعية كما فهمها السلف الصالح الذين تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الصحابة، والذين أخذوا من الصحابة وهم التابعون، والذين أخذوا منهم وهم أتباع التابعين. فوردت أسئلة خلاصتها واحدة والجواب عليها واحد بإذن الله تعالى، وهي: هل السلفية أتباع لابن تيمية كما يقال، أو هم أتباع لابن عبد الوهاب؟ ما الفرق بين الوهابية والسلفية؟ الفرق التي خالفت المنهج الصحيح، التي خالفت المنهج الذي كان عليه السلف الصالح، هي فرق أسسها أناس، وكل فرقة تقريبا تنتسب إلى إمامها الذي أسسها، كفرقة مثلا الجهمية التي تنتسب للجهم بن صفوان، على قول أنه كان يعني المؤسس الأساس هو الجعد بن درهم، كذلك الأشعرية ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وكذلك الماتريدية ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي. فكل فرقة تنتسب إلى مؤسسها، الكرامية تنتسب إلى محمد بن كرام السجستاني، إلى آخر ذلك. وأهل السنة ينتسبون إلى عامة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. هذه نقطة نعود إليها بعد قليل. أهل السنة كانوا عندما صار في الأمة حكام ظلمة، كان أهل السنة يتجنبون الاقتراب من هؤلاء الحكام. لماذا؟ أسباب متعددة، أبرزها وقد يكون هذا اختصارا لها، أن الحاكم إذا اقترب منه العالم فالعالم لا يستطيع أن يقول أن الفعل الخاطئ الذي يفعله ذلك الحاكم هو خطأ ومخالف للشريعة. طبعا لا يشترط أن يقول أن فلان هو الذي خالف، لكن مع ذلك فلن يستطيع، خاصة إذا أغدق عليه ذلك الحاكم بالعطايا واعتادت جيبه على المال واعتاد على العيشة الراخية، فإذا تكلم بالحق منع فقد تضعف نفسه، فيتجنبون هذا الأمر. أهل البدعة كان عندهم بعض الذكاء في هذه الأمور في نشر عقيدتهم، فقالوا: لا، نحن نريد الاقتراب من السلطة، لأننا إذا اقتربنا من السلطة فسينتشر مذهبنا. كيف؟ عندما يقترب الشخص من الحاكم، الشخص يعني الذي له تعلق بالكلام الشرعي، الكلام في شريعة الله سبحانه وتعالى، عندما يقترب من الحاكم فالحاكم قد يضعه في مناصب مثل منصب قاضي القضاة. عندما وضع المعتزلة وصار أحدهم قاضي القضاة استطاعوا أن ينشروا مذهبهم. كيف؟ هذا القاضي، قاضي القضاة بمثابة وزير الأوقاف اليوم، يعني يستطيع أن يعين أئمة المساجد، يستطيع أن يعين القضاة في كل البلاد التي هي تحت سلطان حاكمه، فبالتالي سيعين الذين يوافقونه بالرأي وسيمنع الذين يخالفونه، فينتشر مذهبه بين الناس لأنهم سيسمعون من أتباعه أو من أتباع مذهبه في المساجد، وكذلك في عندما يكون القاضي، طبعا القاضي هو مفتي ومدرس ومعلم وما شابه ذلك، فيسمعون منه فيظنون أنه على الحق فينتشر ذلك المذهب. فكان أهل البدعة عموما، ليس فقط المعتزلة، يتقربون من السلطان لأجل هذا. ففي الفترة التي عاش بها شيخ الإسلام، هو ولد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد في عام 661. في هذه الفترة كان الكلاميون من هم؟ معتزلة، الشيعة الروافض كانوا أخذوا بمذهب المعتزلة في ذلك الوقت، الأشاعرة، الماتريدية، هؤلاء الفرق تسمى بالفرق الكلامية لأنهم جعلوا علم الكلام هو علم مطور عن الفلسفة، جعلوه الأصل الذي يؤخذ منه الدين، سموه بعلم الكلام. فكانت الفرق الكلامية هي المسيطرة على الناس وعلى المساجد وعلى المناصب في ذلك الأوان.
وانتشر مذهبهم حتى ظن كثير من الناس أن هذا هو المذهب الصواب لأنهم لا يسمعون غيره. ابن تيمية رحمه الله تعالى ولد في حران، انتقل مع أهله إلى دمشق، تعلم في دمشق على مشايخها وقرأ عليهم الكتب حتى وصل إلى يعني مرتبة جيدة في العلم، وكان آل تيمية علماء، فكان جده مجد الدين ابن تيمية كان عالما وبارزا في المذهب الحنبلي، وكذلك والده والد ابن تيمية الذي نتكلم عنه كذلك كان عالما، وكان له كرسي في دمشق يدرس فيه المذهب الحنبلي. فلما توفي رحمه الله تعالى استلم ذلك الكرسي بدلا منه ابن تيمية أحمد رحمه الله تعالى تقي الدين الذي الكلام حوله، صار يدرس. طبعا هو قبل ذلك اشتهر في قضية حرب التتار، عندما قدم التتار ذهب المسلمون من دمشق لمناقشة التتار ومحاولة منعهم من الدخول، فكان الذي كلمهم ابن تيمية رحمه الله تعالى واشتد عليهم بالنكير وكان كلامه قوي فيهم فبرز اسمه، وكذلك الوالي والي دمشق في ذلك الأوان أرسله إلى مصر ليكلم والي مصر ويقنعه بإرسال جيش ليدافع عن دمشق، فكانت له تلك المواقف. وطبعا في حرب التتار كان قائدا وكان هو الذي يكلم المسلمين ويبعث بهم الهمم ويحضهم على القتال، فكان رجلا بارزا في الناس. بعد ذلك عندما استلم التدريس مضت عدة سنوات مضيا عاديا، وفي عام 698 يعني كان عمره 37 سنة جاءه أناس من أهل حماة وسألوه ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات، وذكروا له بعض الآيات كقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان، وذكروا له بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إلى آخر ذلك. فسألوه عن القول ما قول العلماء فيها، فذكر لهم أو بالأحرى ألف لهم ما تسمى بالرسالة الحموية الكبرى، هي مطبوعة اليوم أو موجودة، ألفها بين صلاة الظهر والعصر. أول شيء قرره فيها وجوب اتباع السلف في هذه الأمور، وأن السلف لم يكونوا أغبياء ولم يكونوا دراويش ولم يكونوا قاصرين ولم يكونوا على عقيدة غير العقيدة الصحيحة، فوجب اتباعهم في هذا، فأصل هذا الأصل العظيم. ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن الفرق الكلامية التي قلنا أن كانت لها السيادة في ذلك العصر وكانت لها المناصب، انتقل إلى الكلام عنهم وفند مذاهبهم وأقوالهم ومقالاتهم ورد عليها، فهم رأوا شابا برز في العلم وبدأ بالرد عليهم، فبدأوا بالوشاية به إلى السلطان، فسجن رحمه الله تعالى 7 مرات حتى مات في السجن في آخر حياته. لكن خلال هذه الفترة كانوا يردون عليه بكلمة فيؤلف فيهم رسالة، يردون عليه برسالة فيؤلف فيهم مجلدا، يردون عليه بمجلد فيؤلف فيهم مجلدات. وكان عندما يشون به إلى السلطان كانت السلاطين يجمعون ذلك الواشي والموشى به للنقاش يعني المناظرة، فكان يناظرهم ويرد عليهم، وهو كان متأصلا يعلم مذاهبهم علما جيدا، فألف في الرد عليهم وألف في تفنيد مذاهبهم الكتب الكثيرة. هذه النقطة مهمة جدا. الآن الذين يقولون أنهم أتباع للسلف الصالح لماذا ينقلون عن ابن تيمية؟ بكل اختصار وكل بساطة لأنهم عندما يريدون الرد على تلك الفرق التي ظهرت بعد عصر السلف، من أحسن شخص رد عليهم؟ ابن تيمية، لأنه كما ذكرنا له تلك المواقف معهم وله باع طويل في بالعلم في مذاهبهم وله تأصيلات موافقة ل يعني تأصيلاته بالأحرى موافقة
لعقيدة السلف الصالح. فبدلا من أن يأتي الشخص برد جديد من عنده عليهم، يأتي بالرد الذي رده ابن تيمية ويطرحه عليهم، وهي ردود، تلك الردود قد نسفت يعني غالب تلك العقائد الباطلة. فلهذا تجدون أنهم في تقريراتهم ينقلون عنه للرد عليهم. كذلك فإنه عالم من العلماء، له كتب عديدة ومشهورة، وهو كان مؤصلا في العلم، فلا بأس بالنقل عنه. لكن هل النقل عنه يعني اتباعه؟ لا. وأعود إلى هذه النقطة بعد قليل، بعد قليل وبعد أو لماذا أقولها الآن. قلنا أن أول رسالة له، أول رسالة له من الرسائل التي حصلت لأجلها الاعتداءات عليه علميا وبالسجن وما شابه ذلك، أول شيء قرره فيها اتباع السلف. فهو يقول لكم اتبعوا السلف، ولم يقل اتبعوني. فالذي سمع منه سيتبع السلف، ولن يتبعه هو كشخص أو كعالم، وإنما هو منهج. كان ابن تيمية شخص من الذين تبنوا ذلك المنهج، فدعوته إلى اتباع السلف، والذين اتبعوا السلف أحبوه ونقلوا عنه يعني العديد من الكلمات. وهو في كتبه تجد أنه نقل عن السلف نقولات كثيرة، ولا تجده في مسألة تقريبا يذكرها إلا ونقل قول السلف وقول المخالف وقارنهما وحقق قول السلف.